التفاصيل حول هذا الخبر معنا على الهاتف دكتور علاء ياسين، مستشار وزير الري للسدود وحوض النيل. برحب بحضرتك يا فندم. اهلا بحضرتك. أهلاً بيك. كلمني عن اشكال التعاون الثنائي مع جنوب السودان، وايه اخر التطورات اللي حصلت في هذا الاتجاه؟ لا، هو الحقيقه التعاون مع جنوب السودان له اهميه خاصه وبيشمل عده مجالات، سواء في مجال تصميم السدود واعداد دراسه الجدوى اللي قدمت لسد واو احد السدود الصغيره في منطقه بحر الغزال. مجال ثاني مهم هو مجال حفر الاباط لتوفير مياه الشرب. مجال اخر برضو خاص بان مصر قدمت معمل مركزي لتحليل نوعيه المياه اللي موجوده في المنطقه، بالإضافة إلى أعمال إزالة الحشائش اللي بتتم في المجاري المائية اللي موجودة في منطقة جنوب السودان، وتحسين الملاحة النهرية وإنشاء مراسي برضو للمراكب اللي بتمر في النهر في منطقة جنوب السودان. طيب دكتور علاء، المتوقع أنه يحصل الفترة الجاية من سبل التعاون بين مصر والسودان إن شاء الله؟ هو يعني حضرتك عارفه جنوب السودان والسودان الاثنين كانوا دوله واحده، واحنا كنا مع السودان ايضا كنا دوله واحده لغايه في الخمسينات، فاحنا بتربطنا علاقات وطيده بالبلدين، وسياسه الدوله بتسعى الى توطيد العلاقات مع هذه الدول بالذات من ضمن دول حوض النيل. وبرضه من المعروف ان مشاريع استقطاب المياه موجودة في جنوب السودان سواء في منطقة زونجلي أو في مناطق أخرى، ومن هنا منطقة جنوب السودان بتكتسب أهمية خاصة في العلاقات مع مصر. تمام، أنا بشكرك دكتور علاء ياسين، مستشار وزير الري للسدود وحوض النيل، شكرا جزيلا.